بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قسم الرياضيات الصف السادس بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم الجزء الأول من حل تدريبات على إيجاد المساحة السطحية للمنشور. لا تنسى الإعجاب بالقناة والضغط على زر الاشتراك سبسكرايب وزر الجرس ليأتيك كل جديد. تعلمنا في الدرس السابق كيفية إيجاد المساحة السطحية للمنشور، وقلنا أنه لإيجاد المساحة السطحية فإنه عندنا طريقتان، الطريقة الأولى هي طريقة الشبكة، والطريقة الثانية هي الصيغة أو القانون. أولاً الشبكة، وهي أن نرسم شبكة الشكل، ونجد أن المنشور مكون من 6 أوجه، فإننا نوجد مساحة كل وجه، ثم نقوم بجمع ال6 مساحات. أما القانون، فالمنشور له طول L، وله عرض W، وله ارتفاع H، فتكون المساحة السطحية SA بتساوي 2 الطول ضرب العرض L ضرب W زائد 2 W ضرب H العرض ضرب الارتفاع زائد 2 الطول ضرب الارتفاع 2 L ضرب H. وتكلمنا عن إيجاد المساحة السطحية للمكعب، وقلنا أن المكعب هو منشور أبعاده متساوية، كل أضلاعه متساوية. شبكة المكعب تتكون من 6 مربعات متساوية. المكعب له 6 أوجه، كل وجه عبارة عن مربع. شبكة المكعب تتكون من 6 مربعات متساوية. مساحة كل وجه، أي مساحة كل مربع، تساوي طول الضلع ضرب نفسه، A تساوي S تربيع، لأنها S ضرب S، طول الضلع ضرب نفسه. ويكون المساحة السطحية للمكعب، قلنا أن المكعب له 6 أوجه، الوجه الواحد مساحته S تربيع، إذن المساحة السطحية تساوي 6S تربيع. كما تعلمنا إيجاد المساحة السطحية للمنشور الثلاثي، وقلنا أن المنشور الثلاثي له قاعدتان على شكل مثلث، وثلاثة أوجه على شكل مستطيل. استعملنا الشبكة لإيجاد مساحة كل وجه من أوجه المنشور، الثلاثة مستطيلات والمثلثة. ثم نقوم بجمع هذه المساحات للحصول على المساحة السطحية للمنشور الثلاثي، فيكون المساحة السطحية للمنشور الثلاثي SA تساوي A1 مساحة المثلث الأول زائد 2 مساحة المثلث الثاني زائد A3 زائد A4 زائد A5 المستطيلات الثلاث.
والآن مع التدريبات. التدريب الأول، أوجد المساحة السطحية للمنشور المجاور. عندنا منشور له طول 10 سنتي وله عرض 5 سنتي وله ارتفاع 15 سنتي. المساحة السطحية تساوي 2 L وهو الطول 10 و W وهو العرض 5 و H وهو الارتفاع 15. SA تساوي 2 الطول ضرب العرض زائد 2 العرض ضرب الارتفاع زائد 2 الطول ضرب الارتفاع. نعوض بهذه الأرقام، 2 في 10 ضرب 5 زائد 2 مضروبة في 5 ضرب 15 زائد 2 مضروبة في 10 ضرب 15. 2 ضرب 10 في 5 50 زائد 2 5 ضرب 15 ب 75 زائد 2 ضرب 10 ضرب 5 15 تساوي 150، فيكون المجموع الكلي 550 سنتيمتر مربع. إذا المساحة السطحية للمنشور 550 سنتيمتر مربع. أوجد المساحة السطحية للمنشور الثلاثي المجاور. نستعمل الشبكة لإيجاد مساحة كل وجه من أوجه المنشور، ثم نقوم بجمع المساحات. هذه هي الشبكة، ثلاثة مستطيلات وقاعدتان مثلثتان. المساحة السطحية هي مجموع الخمسة أوجه. مساحة كل مثلث نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع تساوي نص ضرب ثمانية ضرب ستة. نص ثمانية وأربعون تساوي 24 سنتيمتر مربع. مساحة كل جانب تساوي الطول ضرب العرض لأنه مستطيل تساوي 8 ضرب 7.2 من عشرة، فيكون الناتج 57.6 سنتيمتر مربع. مساحة القاعدة S ضرب S 8 ضرب 8 لأنها مربعة تساوي 64 سنتيمتر مربع. المساحة السطحية تساوي 24 مساحة المثلث الأول زائد 24 مساحة المثلث الثاني زائد 57.6 مساحة الجانب زائد 57.6 الجانب الثاني زائد 64 مساحة القاعدة يساوي 227.2 سنتيمتر مربع. إذن المساحة السطحية للمنشور الثلاثي 227.2 سنتيمتر مربع. أوجد المساحة السطحية للمكعب المجاور. مكعب طول ضلعه 12 متر. المساحة السطحية تساوي 6
اس تربيع تساوي 6 مضروبة في 12 تربيع، أي 12 ضرب 12، 6 مضروبة في 144 تساوي 864 متر مربع. إذن المساحة السطحية للمكعب تساوي 864 متر مربع. نلخص ما درسناه. تعلمنا إيجاد المساحة السطحية للمنشور والمكعب والمنشور الثلاثي. المنشور له طول وله عرض وله ارتفاع، فتكون المساحة السطحية 2 الطول ضرب العرض زائد 2 مضروبة في العرض ضرب الارتفاع زائد 2 الطول ضرب الارتفاع. المكعب كل أضلاعه متساوية، المساحة السطحية تساوي 6 إس تربيع، المنشور الثلاثي عبارة عن شبكته تتكون من قاعدتين مثلثتين وثلاثة أوجه على شكل مستطيل، أي 5 أوجه. نقوم بإيجاد المساحة لكل وجه ثم نقوم بجمع المساحات الخمسة. يكون المساحة السطحية للمنشور الثلاثي تساوي A1 زائد A2 زائد A3 زائد A4 زائد A5. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، ومع لقاء آخر في درس جديد إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنات.